أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة. أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة هنا في جامعة أسوان، ونحن بصدد مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية. يسعدنا أن نلتقي مع لجنة الإشراف والمناقشة، وأبدأ بالأستاذ بحضرتك. اهلا يا فندم. قولي لي بقى، الرساله اللي حضرتك النهارده كنت مشرف عليها، وهذا الموضوع من الموضوعات المهمه، وده بيتواكب مع العصر اللي احنا عايشينه. هو فعلا الموضوعات المهمه جدا، لان الرساله بتتكلم عن التكنولوجيا الحديثه واستخداماتها في قطاع معين، وهو قطاع السكك الحديديه في مصر، وفكره ايه هي الاستخدامات وايه هي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها داخل القطاع، وقد ايه استخدامات التكنولوجيا اضافت للقطاع وزودت ايرادات القطاع. قولي لي بقى، الموضوعات الاقتصادية اتصور انها موضوعات من الموضوعات الشائكة والشائقة، يعني الاثنين، لان مرتبطة بارقام ومرتبطة بمعدلات اداء واخره، الى يعني شايف ده ممكن نستفيد منه ازاي في الواقع اللي احنا عايشينه؟ وطبعا الاقتصاد بيثبت نفسه كل يوم، وبيثبت انه الاهداف الاقتصادية او تحقيق التنمية المستدامة من اهم الاهداف اللي او الاولوية كمان اللي كل دولة بتحاول تحققها. مفيش دولة مش عايزة تعمل تنمية مستدامة، مفيش دولة مش عايزة تحقق اهداف اقتصادية وتزود معدل النمو الاقتصادي فيها. نعم. كل دولة بتحاول تستخدم المزايا النسبية اللي موجودة عندها، وبقت من أهم القضايا اللي ممكن الدولة تستخدمها هي تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الحديثة. العالم كله يوميا بيتغير باستخدام التكنولوجيا، دخلت في كل القطاعات وكل المجالات. ففكرة إن الدولة تبدأ إنها تتحين الفرص وتستخدم التكنولوجيا الحديثة في القطاعات المختلفة وتدخلها للقطاعات وتشوف قد كده القيمة المضافة اللي بتحصل للقطاع باستخدام التكنولوجيا، اعتقد انه ده مرتبط كمان حتى الموضوعات مرتبطه بالتغيرات المناخيه كلها دلوقتي. يعني هو طبعا التغيرات المناخيه من القضايا ايضا المهمه والوليده، وطبعا الاقتصاد الاخضر واحد الحلول للتغيرات المناخيه باعتبارها من القضايا اللي العالم كله بيعاني منها الان، فاصبحت حديث الساعه. صحيح. دكتورة مروة نصر منورانا كالعادة، وعايز أعرف من حضرتك برضو النهاردة موضوع الخاص بالرسالة واللي ناقشتيه حضرتك. بصراحة كان الموضوع شيق جدا وموضوع جديد، يعني أنه ربط التكنولوجيا بالسكك الحديدية في مصر. طبعا الدول زي مصر الكثيفة عدد السكان، خطوط السكك الحديدية ده خطوط أكبر وسائل نقل تستوعب عدد ركاب، وتستوعب كمان نقل بضايع. ان هو يربط التكنولوجيا بمدى استفاده السكك الحديديه منها وتاثيرها على الايرادات، بصراحه هو كمان وضح استوعبت قد ايه من فرص العمل، ووضح قد ايه انبعاثات الكربونيه منها في لو استخدمناها في الاقتصاد الاخضر بتقل، لو استخدمنا مصادر طاقه اقل تلوث. فبصراحه كانت رساله متعدده النواحي الايجابيه. دكتوره اميره عبد الحليم، قولي لي بقى، يعني الجزء اللي خاص النهارده كمان في دائما مزاوجه ما بين الاقتصاد والسياسة، والجزء البعد الاقتصادي اللي شفتيه في الرسالة. هو طبعا من أهم القطاعات اللي بتهم المواطن العادي البسيط هو قطاع النقل، وبالتالي لما نبحث عن كيفية تقديم تكنولوجيا حديثة لهذا القطاع، فده معناه ان احنا بنحقق رضاء للمواطن، وده بيساهم في الاستقرار السياسي. مسألة انك تبحث عن مفردات التنمية ومفردات لتطوير حياة المواطن العادي، ده جزء رئيسي من التطوير السياسي للدولة. دكتورة كريمة محمد الصغير، مدرس الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، ويعني بتحملي العبء الاكبر طبعا، مش عايزه كلام، في كل الدراسات الاقتصاديه اللي احنا شايفينها في الجامعه، وعامله يعني نتيجه هايله ومشرفه. قولي لي بتتابعي ده ازاي بكل هذا التركيز ما شاء الله؟ لا والله يا فندم، واحنا يمكن انا باجله دراساتي، انا شويه يمكن مركزين مع شغل المعهد دلوقتي حاليا باعتبار مسؤوليه القسم يعني، فبنحاول الحمد لله. يمكن انا شرفت بالاشراف على الطالب محمد جمال من الرسائل المهمه، فالحمد لله يعني
يعني بنحاول ان احنا ندي الاولويه الاولى الاول للطلبه، ولو في تعديلات في الرسائل لو في اشرافات دي بتبقى الاولويه الاولى الحمد لله. يعني بجد متابعه الاجراءات الاداريه للطلبه في اجراءات التسجيل في خلافه في دخولهم السيمينارات، بحيث ان احنا نحاول يعني نخدم الطلبه، لان طبعا معهد الدراسات الافريقيه يمكن هو من المعاهد القليله او يعتبر الوحيد في منطقه الصعيد اللي بيدي الدرجه الاكاديميه في الدراسات الاقتصاديه، والقسم السياسه والاقتصاد بيخدم عدد كبير جدا من الطلبه. فاحنا دورنا ان احنا نحاول نسهل على الناس، وان احنا اللي ليه اوراق نخلصها واللي يستحق يدخل سيمينار يدخله، ونتابع معاهم تعديلاتهم عشان نخرج الرسائل باكبر جوده وكفاءه ان شاء الله. ده والجزء العلمي يعني حضرتك عامله تعديلات كانت هائله جدا، وهي اللي اعادت المسار الطبيعي للرساله. نحاول والله ان احنا اي قصور او اي اجراءات، يعني مش قصور، اي اجزاء ممكن ان احنا نجود عليها او نعدل عليها تطلع بالشكل الملائم، فده في الاول وفي الاخر في مصلحه الطالب. صحيح. ودي طبعا يعني ربنا يوفقهم كلهم. يعني الموضوعين امبارح والنهارده كانوا عن السكه الحديديه. السكه الحديد ايوه طبعا، لان قطاع السكه يعني السكك الحديديه ديت وسيله نقل مهمه جدا، يمكن بتحقق فروق كبير. احنا بننقل عدد كبير جدا من الركاب بوسيله واحده، وبننقل بضايع كمان. حتى يمكن كنا زمان بندرس في الكليه ان شق الطريق ده ممكن يكون نواه لقيام مدينه حواليه، فالسكك الحديديه ديت من اهم وسائل النقل، وان احنا نحاول ان احنا نستثمر التكنولوجيا فيها، او ان احنا زي رساله امبارح نشوف اثرها على النمو الاقتصادي، فدي حاجه كويسه جدا. وما بننكرش طبعا جهود الحكومه للارتقاء بقطاع السكك الحديديه، وان في رئاسه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود الوزير كامل الوزير، لا طبعا عملوا تحديثات كتيره، يمكن عربات جديده، يمكن خطوط جديده، يمكن سمعنا عن قطار الكهرباء. الحاجات دي كلها بتعمل توفير في الوقت، والوقت ده ليه قيمه كبيره جدا، بيستثمر في حاجات تانية وبيزود الانتاج، فالحاجات دي كلها مهمه جدا يعني في الدوله. فما ننكرش الجهود المبذوره طبعا في تطوير قطاع النقل والسكك الحديديه للدوله، ده جهد مشكور يعني، وبيقضي الثمار الاقتصاديه. فالرسالتين سواء امبارح او النهارده لا عن قطاع السكك الحديديه، ده موضوع مهم جدا يعني. أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأحييكم في هذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة. بيسعدني أن ألتقي مع دكتور محمد جمال. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. أولا ألف مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك دكتور. كلمني عن هذا الموضوع اللي النهاردة يعني عنوانه وتفاصيله. الأثر الاقتصادي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة على إيرادات العمل السياحة لمصر، التنمية الشاملة في القدرات، وإيرادات زيادة الإيرادات بدل ما كانت وما كانت، وجود كمبيوترات وإيرادات
سريعة، زاد عائد اقتصادي سريع، زاد العربيات والجرارات اللي طورت تطوير السكك حديد مصر. ونشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قضية هيئة السكة الحديد والسيد كامل الوزير على إرادة السكة الحديد وتفعيله لها ودور المنظمة فيها. نعم. والتطوير اللي تم. التطوير الذي تم. أنتوا عملتوا تطوير كمان ما شاء الله، الهيئة عملت تطوير في كل القطاعات، يعني ده موضوع من الموضوعات المهمة، تطوير في البنية التحتية، تطوير في مرفق، في القطارات، في المونوريل، في متر الأنفاق. تم تطوير في جميع القطاعات داخل الهيئة في سكة حديد مصر، من مكاتب التذاكر، من قطارات، من ورش، من إلى جميع القطاعات داخل كانت التحول الرقمي للسكة الحديد الكامل. النجاح اللي حصلت عليه النهاردة بتهديه لمين؟ بتهديه لوالدي ووالدتي. مين تاني؟ زوجتك؟ وزوجتي وهم أولادي. ربنا يخليها لك. المشوار كان شوية محتاج مجهود طبعا. الحمد لله بنهاية الفرحة الموضوع طار وكل حاجة حلوة إن شاء الله بإذن الله. ألف مبروك يا محمد، ودايما نبارك لك في الخير يا رب. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. تقرير لجنة المناقشة والحوار عن رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد جمال أحمد محمد وذلك للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية من قسم السياسة والاقتصاد تخصص الصوت من معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حاضر النيل جامعة أسوان. إنه في تمام الساعة الثانية من يوم الخميس الماضي 12/10/2023 وذلك بقاعة السمينار بكلية الزراعة والموارد الطبيعية لمناقشة الباحث وذلك للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية تخصص الاقتصاد. وقد قامت لجنة المناقشة بالحكم على الرسالة بفحص الرسالة مناقشة الباحث مناقشة علنية من أعضاء لجنة المناقشة والحكم الممثلة في السادة دكتورة أميرة منصور نصر، دكتورة أميرة محمد عبد الحليم، وسيدي محمد فريد. وبعد مناقشة الطرف مناقشة علنية فقد وافقت لجنة المناقشة والحكم على منح الباحث محمد جمال أحمد محمد درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية من قسم السياسة والاقتصاد تخصص اقتصاد من معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان وذلك بتقدير ممتاز في الرسالة. أعزائي المشاهدين بحي حضراتكم وأهلا بكم وهذا اللقاء في رحاب الجامعة. يسعدني أن ألتقي مع أسرة الباحث. تعرف على حضرتك يا حاج؟ حاج جمال أحمد محمد. والد محمد. والد محمد. تعرف على حضرتك؟ الحاج عبد اللطيف حسن الهراس العدسات. طيب عايز أتكلم على النهاردة، يعني إحساسك وأنت بتشوف محمد بيناقش الماجستير كنت حاسس بإيه؟ كانت فرحة جميلة خالص. الحمد لله ان شاء الله عقبال الدكتوراه يا رب ان شاء الله. مشوار يستحق انك تيجي. يستحق المشوار ده يا الحمد لله. والبركه فيكم ان شاء الله. ربنا يبارك. الله يبارك فيك. الموضوع كان اكبر من كده جدا، يعني ما كناش متوقعين. يا سلام والله. فاحنا بنهني الاستاذ محمد جمال على حصول على رساله الماجستير بتقدير امتياز، ونتمنى له مزيدا من التقدم والازدهار. يا بتتمنى له ايه يا حاج؟ ان شاء الله ياخذوا الدكتوراه باذن يا الله. رب ان شاء الله يا ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك ودايما ان شاء الله نلتقيكم في الخير. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. مشكرين جدا. شكرا. مشكرين. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا خالد. بارك الله فيكم ونشكر قناه تامنه ونشكر اخواننا القائمين عليه.